شركة تدريب للسياحة. أوتيل راديسون وادي اسطنبول، 5 نجوم في اسطنبول. راديسون بلو وادي اسطنبول، المدخل الرئيسي. راديسون بلو وادي اسطنبول، جناح غرفة وصالة 1+1، صالون. طبعا هدول الكنبه اللي هون ممكن تفتح وتصير سرير لشخص اضافي، يعني بصير هيك سويت بساعة 3 اشخاص او 4 كحد اقصى. المطبخ مثل العادة مجهز بكامل التجهيزات المناسبة للمطابخ والعائلات اللي بتحب تعمل طعامها جوال سويت. مثل العادة ماكينة غسيل وماكينة تنشيف. الحمام غرفة النوم 9 شخصين. طبعا ملاحظة، الفندق وفر سجادة للصلاة. البلكون 9 شخصين، إطلالة رائعة. راديسون بلو وادي اسطنبول، ابارت 2+1، غرفتين وصالة مثل ما شايفين. هم الصالون طبعا كل الشقق هون توفر فيها بالكون مطل على الحديقة، بالاضافة لكنبة قابلة للفتح لتصير سرير. غرفة الطعام، المطبخ مجهز بالكامل بالحاجيات الأساسية للمطابخ بالإضافة للبراد، فرن غاز، وأيضا في عنا ماكينة غسل الصحون. شاشة فول اتش دي، الإنارة متحكم فيها بالكامل من الداخل عن طريق وحدات رقمية. بكل الشقة غرفتين وصالة متوفر فيها حمامين. أول شي في عنا هون غرفة نوم لشخصين، الحمام الأول متوفر فيه حمام كامل التجهيزات بالإضافة إلى غسالة ونشافة ملابس، تنشيف. غرفة نوم الرئيسية لشخصين بالإضافة للحمام الإضافي. جميع غرف النوم متوفر فيها صندوق أمانات للمشاركين. الشرفة أو البلكون الخاص بال شقة أو فينا نقول بالسويت، إطلالة جميلة. طبعا الصالون في إمكانية إنه نضيف فيه سريرين إضافيين بالإضافة للكنبة القابلة للفتح في حال طلب العميد زيادة بالأعداد. راديسون بلو وادي اسطنبول، جناح كورنر،
هذا الجناح كمان هو غرفتين وصاله بس راح يكون مسافه اكبر حوالي 105 متر. الصالون كبير كتير واسع، في كنبتين قابلين للفتح بالاضافه للشاشه، اطلاله رائعه على وادي اسطنبول. غرفة نوم للأطفال تسع لشخصين، حمام الأول، طبعا الحمام مجهز بماكينة غسيل وماكينة تنشيف. غرفة نوم الرئيسية، الحمام الثاني مميز بوادي اسطنبول في انه في مركز تسوق او مول بامكانك تشوفه من النافذه بالسويت هذا اللي هو اسمه كورنر سويت، غرفتين وصاله 105 متر. الاوتيل يوفر خدمه توصيل داخل وادي اسطنبول بالسيارات الكهربائيه طبعا مع سائق، هي الخدمة بتكون مجانية لنزلاء الفندق. البلكون طالع رائع، المطبخ مجهز بالكامل، راديسون بلو وادي اسطنبول. هون في عنا ميزة بالأوتيل، إمكانية وصل أو اتصال سويت، جناح غرفة وصالة مع جناح آخر اللي حيكون هو غرفتين وصالة. بهي الحالة رح نوفر جناح كبير للعائلات الكبيرة. وفر لنا مساحة كبيرة للعائلات الكبيرة، ممكن يتسكر هذا الباب ليصير في كريدور خاص بين هذول السويتين. ممكن يتسع هذا السويت يسميناه كونكشن سويت لحد أقصى 10 أشخاص بالغين. كمان جناح كونكشن، هذا الجناح يكون عبارة عن 4 غرف وصالونين اللي هو بوفر مساحة ل حوالي 12 شخص. هدول راح يكونوا في ممر خاص له باب خاص بيتسكر فيه، بيعمل اتصال بين 3 سويتات، غرفة وصالة هون، وفي عنا سويت تاني كمان غرفة وصالة هون، كمان في عنا سويت تالت اللي راح يكون غرفتين وصالة. هيك بيكون في عنا مساحة أو سويت كامل خاص بكريدور كامل بيتسع لحوالي تقريبا 12 شخص. راديسون بلو وادي اسطنبول، احنا فتنا بكريدور أو الممر ممكن يوفر لنا اتصال كامل خاص بين 3 سويتات. أول سويت رح يكون غرفتين وصالة، ثاني سويت رح يكون غرفة وصالة هون، والثالث راح يكون غرفتين وصالة 100 متر. يعني تقريبا هذا السويت راح يكون مساحته حوالي 300 او 400 متر ويسع حوالي 15 شخص. اسطنبول وادي اسطنبول عندنا هون مساحة خاصة بالنادي الرياضي والمسبح والساونا والسبا. الأستاذ هون مدرب المكان راح يخبرنا بكل التفاصيل عن هذا المكان. عنا هون اتفاقية السياحة اللي بترخص هذا المكان لوزارة السياحة. There's a two changing room.
This part for just men. And also we have got inside sauna and steam room. عندنا هون غرفة تبديل ملابس للرجال. طبعاً التوجيهات موجودة بالعربي وكل اللغات. غرفة تبديل الملابس. خزانة خاصة لكل مشترك حيدخل لهم. الحمامات. الحمامات طبعاً مجهزة كاملة. غرفة الانتظار والاستراحة. Also there's a social distance. There's a steam room. Steam بخار. Same in Arabic. بخار. هذا حمام البخار. قسم الساونا. راديسون فلو وادي اسطنبول. هون رح نشوف قسم الساونا. طبعا قسم الساونا موفر ميزة انك ممكن تشوف المسبح حوض السباحة وقسم الاطفال من هذا القسم بدون هن ما يشوفوا. يعني هذا الزجاج ممكن يشوف من جهة واحدة مشان الناس اللي عندها اطفال تحب ترعاهم تتأكد من سلامتهم بكل لحظة. غرفة الأطفال. إذا أنتوا عائلة كبيرة عربية ممكن تأخذوا معكم أطفالكم لهذا القسم. حطوا الأطفال بهذا القسم ممكن تشوفوهم من كل مكان. إذا بتحب تروح على النادي الرياضي في مكان تشوفون وأيضا في المسبح أو بالساونا. Yes. You can see from pool and desert. رح تشوف المسبح. وإذا أنتوا بتحبوا الرياضة رح تشوفوا أطفالكم من القسم الرياضي. Yes. Like this. Okay. حالياً ما فينا نفوت على النادي الرياضي مشان توجيهات فيروس كورونا. حنعمل صورة من برا مثل ما واضح معنا. المسبح حوض السباحة الخاص بالأوتيل. في قسم للبالغين وقسم صغير للأطفال. طبعا مثل ما اتفقنا هن عاملين ميزة هون ممكن تشوفوا أطفالكم وين ما كنتم. إذا بتحبوا تحطوهم بقسم الأطفال رح تشوفوهم من المسبح حتى تتأكدوا إنه هن بخير وسلامة. وأيضا إذا كنتوا بالماضي الرياضي رح تشوفوا المسبح وتشوفوا قسم الأطفال. يعني هي ميزة عملوها حتى يكون معهم العائلات الكبيرة تحسن تشوف أطفالها وترعاهم بكل لحظة. هون في عنا قسم الحمام أمام السيب الحمام قبل الدخول أو بعد الخروج. Great. Thank you. راديسون بلو وادي اسطنبول. هون في عنا المطعم الخاص بالفطور الصباحي. طبعا حاليا المطعم متوقف بسبب إجراءات فيروس كورونا. الفطور عم يكون بالغرف. عندنا مطعم داخلي. وجلسة خارجية بالهواء أفضل. طبعا صيفية. بالإضافة عاملين حديقة ألعاب صغيرة للأطفال إذا بيحبوا يلعبوا فيها بعد الفطور أو أثناء الفطور مع عائلاتهم. وادي اسطنبول توفر سيارات كهربائية للتنقل ضمن وادي اسطنبول على المطاعم والكافيهات والمول الموجود فيه. العربة الخاصة بوادي اسطنبول. حنعمل جولة الآن بوادي اسطنبول.
وادي اسطنبول. كثير ناس ما بيعرفوا عن وادي اسطنبول كثير معلومات. هو عبارة عن مكان بمساحة كبيرة تم إنشاء فيه مجموعة أبنية سكنية بالإضافة إلى مراكز تسوق، مطاعم، كافيهات، ومن ضمنهم أيضا فندق راديسون بلو وادي اسطنبول اللي هو عبارة عن ريزيدانس.